أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا وهل أتاك حديث موسى قال
نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به قد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء صدق الله العظيم.